بلش الموسم الثاني من برنامج الواقع اسمي ونصيب، يلي بعد ما حقق الموسم الاول نجاح وشهره كثير كبيره بالتحديد على السوشيال ميديا، الكل صار منتظر شو اللي رح يصير بالموسم الثاني ومين هن المتسابقين الجدد. من بعد اول اسبوع بس من بدايته رجع الثاني حاله الجدل اللي بيسببها متسابقين البرنامج، منهم مثلا دعاء طرابيشي، دعاء بتتخانق، دعاء كسرت الإزاز، دعاء بتبرر بعض المواقف، دعاء 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 وغيرها كتير من الفيديوهات المختلفة عنها. وعشان كده دعاء تكون معانا عشان نتكلم هو إيه اللي بيحصل بالظبط في البرنامج تحديدا الأيام دي. لكن خلونا نشوف الفيديو ده الأول. من شروط البرنامج انه كل شاب وبنت يختاروا. اوكي، انا اكثر شيء بحس انا معي حق فيه انه انا وصلت اخر وحده ما طلع لي الا سامي، يعني انا ما في حدا يقول لي انت اخترتي او هو اختار. فانت يعني فكر بينك وبين حالك، لك ما تحطني بموقف اقل من احترامي. ليش يا سامي؟ انا شو خليت بعليه حسن سويت احترامي؟ يعني واضحه مع الشخص، يعني انا يا حبيتك وانعجبت فيك كثير ما انعجبت فيك وما حبيتك. تصرفك غلط غلط غلط، كسرتي غلط شغله بالمطبخ غلط. انا غلط وعصبت وما عاد تصير مره ثانيه هيدا الشيء. بس نحن هون لنتصرف هيك؟ لا، ولا نحن هون تحت شعار وتحت سقف الحب. خلينا نرحب بدعاء طرابيشي متشاركة باسم متشاركة ببرنامج اسمه ونصيب. اهلا وسهلا فيك دعاء. هاي كيفكم؟ تمام؟ نحن بنعتذر على اللي عم بيصير اخر فترة، بس والله استني بس احنا لسه ما سألناش يا دعاء. بس انا شايفتك هيك رواق ومرتاحة، بس خبرينا شو موضوع الدراما اللي عم بتصير من معارك وتكسير. حبيبي هي اول فتره بتعرفي انه برنامج جديد علي، ناس جديده علي، ما يعني كنت كتير ستريس اول فتره. فاللي صار انه يعني عن تعصيب، كله عن تعصيب، رده فعلي كانت غلط بس كانت كلها عن تعصيب، مع انه سامي كل الاحترام لإله ولعن اللي صار وكلهم بحبهم، بس وحيات الله انا بس عصبت بهيك رده فعلي. ف طيب تعرفي صار اللي صار ودرجة الدنيا باللي صار. اكيد. طب خلينا نقول ان في بعض المشتركين اتهموكي انك عملت كل الحكايات دي وكل القصص دي بهدف كسب الترند، ردك ايه عليهم؟ ترند شو؟ ما هن كلهم شايفوني انا كيف كنت قدام عصبه وقدام جاني وقدام كان فينا عم بتنفس، ما كلياتهم اللي بالفيلا شافوا انه انا كيف كان شكلي اصلا. طب انا حابه اعرف مش ترند الترند، مثلا الترند بيكون وقت الواحد بيكون مش معصب، مش هيك فجاه هيك عم بيعمل، بس انا كل هذا اللي صار معي كله تعصيب، كله انأذيت نفسيا فيه. وانا بعد حتى كل حدا فات على الفيلا اول فتره ضغط نفسي على الكل، يعني بيجيكم ضغط نفسي منه طبيعي. وهلا عم نعيش ضغط نفسي، وقبل عشنا ضغط نفسي، فهيدا الشيء اقل شيء رده فعلي تكون هيك. انا يمكن رده فعلي قويه، بس والله صار كتير ضغوطات نفسيه لحتى وصلت لهون، وانا ما كان لي شيء عامله اكسيدنت وطالعه، فكله ضغط نفسي وبعدني كنت تعبانه وفشت خلقي وطلعت. دعاء يعني فينا نقول انه اليوم انت عم تتعرضي لتنمر كتير كبير من جمهور البرنامج. كتير كبير. ليه عم تتعرضي لهيدا التنمر وشو ردك على كل المتنمرين؟ كتير بحبكن، حطوا حالكن مطرحي، كحسوا حالكن انتو عم تكتبوا هالكومنت لألكن حتعرفوا شو شعوري. انا كتير بحبكن بس انتروا علي شوي، انتو بعدكم برابع حلقة ما عرفتوا بعد شو حيصير، ما عرفتوا شخصيتي، عم تحكموا من شكلي، عم تحكموا من كتير قصص عم بتشوفوها، بعد ما عرفتوا شخصيتي، تعرفوا على شخصيتي حتحبوني، يمكن تحبوني كما تحبوني بس ما تأذوا. حلو. طيب يعني كان في برضو ناس بتقول ان انت بتقلدي او دخولك في البرنامج بتقلدي فرح من الجزء الاول. انا ما بقلد فرح كتير بحبها، فرح شيء كل الاحترام لها، بس انا عن جد ما بقلد حدا، انا هي شخصيتي وشخصيه كل بنت يعني عربيه هيك، عجبوا الناس دائما بصير معهم قصص الناس، يعني ما ضروري اذا انا والله عصبت ما في غيري بنت بتعصب. هلا اذا بنت عصبت وكسرت بقول عم بتقلدني، كون هي رده فعلها.
صح. طب ما هي طيبه يا جماعه، في ايه ما مالكم عاملين مشاكل ليه؟ ما البنت طيبه اهي. لا يعني هو بيبين واقع، واكيد كل واحد بيمر بظروف يعني ups and downs، ويعني بس للاسف يعني انت حطيتي بهيدي الصوره لانه بدري بعبك كثير، بس اكيد عندك وقت كثير طويل لتبرري مواقفك بمواقف تانية. يعني انا بدي اعرف بعد انتهاء البرنامج مين بالنسبه لك الاقرب لك؟ كلهم قريبين لقليلك، حتى سامي هن شافوا انه مجرد بس المشكله اللي صارت، بس سامي انا وياه كل يوم بنحكي واتساب. قال سامي بس طلعنا من البرنامج كثير كنا عم نطلع ونكذب، يعني سامي كثير حدا قريب لإلي. عندك أميمة قريبه، زكيه كثير قريبه، وجدان الاخير ربه، وجدان من الناس الكلاس كثير اللي تعرفت عليهم اللي كثير هادين، كثير بحبها لوجدان. عندك كلياتهم، ما في حدا منه رفيقي، كلهم رفقاتي، كلهم بحبهم. ما فيش حد علاقتك ما فيش حد علاقتك بيه اتقطعت او بقت سطحيه بعد ما التصوير خلص؟ لا 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 لا، كلياتهم بحبوني. لا انا رفقه مع الكل، وانا متاكده الكل بحبوني. حلو يعني عم نشوف نحن كنا التعليقات على تاني موسم من برنامج اسمه ونصيب، بس في كومنت عم بيتردد كتير هو انه خلونا نترحم على مشتركين الموسم الاول بعد ما شافوا كل الدراما اللي عم بتصير بالموسم الثاني. انت شو ردك على هيدي الكومنتس؟ هلا كل حدا صار معه قصص، سيزن 1 شيء وسيزن 2 شيء، ما فيهم يحكموا لا على سيزن 1 ولا على سيزن. انتم سيزن 1 حكمتوا عليه وقدرتوا للاخر، سيزن 2 اعطوه حقه تحضروا. حاجه بقى كل يعني عم بتربطونا بالسيزن 1 كثير، اعطونا حقنا شوي، حضرونا شوي لقدام، حتحبونا بحس. يعني بدون فرصة يا جماعة زي ما دعاء بتقول، وده كمان دعاء فرصة. دعاء احنا مبسوطين جدا ان انت كنت معانا. انا كتير بحبكم، ربنا يخليك. وبتمنى بليز عن جد يوقفوا شوي، يعني مش خففوا شوي هالتنمر، يحسوا انه ببنت. انا اسا قرابة حلقة واللي تعرضت له، يمكن اسا والله العظيم يعني حطوني بمطارح كتير، يعني بعد اسا كتير لقدام لأتعرض لها من الأول. لازم 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 يعني يسمعوا، ولا حدا بيسحق التنمر. وشكرا كتير لك. شكرا جدا ليك يا دعاء، نورتينا. وهيك وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. خلصت حلقتنا وخلصت حلقات الأسبوع. أكيد يوم الاثنين حلقة جديدة، وما تنسوش تابعوا صفحتنا المشهد لايت على كل المنصات. باي 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 باي.